أهلا بكم. يصادف في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام عيد الصليب المقدس، حيث يحتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بهذه المناسبة بإقامة القداديس الإلهية وإشعال النار ومباركة حبات الرمان وتوزيعها على المؤمنين. نورسات الأردن شاركت في عدد من هذه الاحتفالات وأعدت التقرير التالي. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بعيد الصليب المقدس، وذلك بإقامة القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة. ففي كنيسة رفع الصليب للاتين في منطقة ترميمين احتفلت الرعية بعيد الصليب المكرم، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة راعي الكنيسة قدس الأب فرح حجازين، وبمشاركة جمع من الأخوات الراهبات وجمعية الفوكولاري وكشافة كنيسة البشارة في جبل الويبدة وأخوية الكنيسة وجمع من المؤمنين. قد خطئنا إذا تكلمنا على الرب وعليك. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي العظة التي ابتدأها: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، مشيرا إلى عظمة هذا الاحتفال وموضحا معنى الصليب بشقيه الروحي والتاريخي. وأخذ عيد الصليب قيمة أكبر بعد رجوع الذخيرة إلى القدس، ثم قسموا الصليب أقسام، قسم ذهب إلى القسطنطينية وقسم إلى روما، وكاهن الرعية أعلمني بأنه يوجد ذخيرة الصليب المقدس في هذه الكنيسة. إذن هذه الكنيسة محظوظة لأنه فيها شقفة صغيرة من ذخيرة الصليب الحي. ما معنى الصليب بالنسبة لنا؟ الصليب بالمعنى الروحي. نحن لا نتكلم الآن عن صليب الخشب الذي مات عليه الرب والذي غسل بدمه وفدانا، إنما نتكلم عن المعنى الروحي للصليب. الصليب هو كل ألم ينتابنا، لذلك في هذا اليوم لا يكتفي أن نمجد صليب ربنا يسوع المسيح، إنما نحن مدعوون إلى أن نحدد ما هو صليبنا، إلى أن نكتشف أين صليبنا الذي نعاني منه يومياً، وأن نقبله بفرح ونعتبره نعمة من الله، لأنه من خلال الصليب نحن ننضج ونتطهر وننمو روحياً وننال الخلاص. وفي ختام الصلاة ألقى الأب حجازين كلمة شكر لجميع الفعاليات التي شاركت في هذا الاحتفال، خاصا فيها فضائية نورسات مكتب الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان، ومهنئا الرعية بهذه المناسبة المباركة. أولا أهلا وسهلا بنورسات، إن شاء الله بتظل دائما نور بتشع في قلوب الناس، امتداد لكلمة المسيح اللي هو نور العالم، حتى نعرف الطريق نحو السيد المسيح. ما شاء الله رسالته هي رسالة قوية ورسالة فعالة، لأنه المسيح وراها هو نور العالم الحقيقي. واليوم كانت مناسبة سعيدة جدا جدا، عيد الرعية، رعية أرمامين للاتين اللي هي عيد ارتفاع الصليب المقدس. وطبعا بسرنا وبنفتخر أن يوجد في كنيستنا ذخيرة من الصليب المقدس موجود في هذه الكنيسة، وسبحان الله تقريبا مثل ما قال السيد المسيح وتحققت نبوته: وأنا ما ارتفعت عن الصليب جذبت إلي الجميع. وبعد مباركة حبات الرمان وتوزيعها على المؤمنين، التأم الجميع في قاعة الكنيسة للقاء محبة. يا صليب الرب،
كما احتفلت الكنائس الرسولية في منطقة جبل عمان بذات المناسبة، حيث أقيم قداس إلهي مشترك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك، ترأسه الأرشمندريت نادر ساووق راعي الكنيسة، بمشاركة الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين، والقس فايك حداد راعي كنيسة الفاد الإنجيلية الأسقفية، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وكشافة وجوقة وأخوية الكنيسة وجموع المؤمنين. تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ على يسوع ليهلكوه. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأرشمندريت ساووق عظة القداس حول أهمية الصليب في حياتنا وخلاصنا من الخطيئة، مضيفاً أن الصليب هو رمز القيامة والفداء والمحبة اللامتناهية التي منحنا إياها السيد المسيح. لقد دعانا السيد المسيح له المجد إلى حمل الصليب، فقال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. والرسول بولس يقول لنا: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله. الصليب علمني الصليب أن أصنع السلام مع الآخرين، علمني الصليب ويعلمني الغفران والمسامحة لكل من أساء إلي، على مثال يسوع المصلوب القائل الذي قال: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. وفي نهاية الصلاة ومنح البركة الختامية، انطلقت مسيرة شموع من كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك وصولاً لكنيسة مار يوسف للاتين، حيث سار موكب الكهنة تتقدمهم الكشافة بمعزوفاتها وحملة الصليب وجموع المؤمنين للاحتفال في باحة كنيسة القديس يوسف بعيد الصليب المقدس الذي ترأسه الأب وسام منصور راعي الكنيسة. وابتدأ الاحتفال بمجموعة من الطلبات التي تلاها الكهنة على نية الكنيسة ومؤمنيها، ومن أجل الأردن أن يحفظه الله آمناً مستقراً، ومن أجل السلام في شرقنا والعالم أجمع. وبعدها شارك الأب منصور جموع المؤمنين بباقة من التراتيل من وحي المناسبة، بالإضافة إلى تقديم مشاهد تمثيلية تحاكي الواقع الذي يدعونا إلى أن نلتجئ إلى الصليب الذي هو قوتنا وملاذنا. وخلال الاحتفال ألقى القس جورج قبطي كلمة جاء فيها: إن السيد المسيح قد أسلم روحه على الصليب ليمنحنا الحياة، فحبة الحنطة لا تعطي ثمرها إن لم تمت، وهكذا هو الرب يسوع، فالله مد يده إلينا عندما عجزنا نحن أن نصل إليه. وفي ذات السياق أقامت الرعية الكلدانية احتفالها بعيد الصليب، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن، بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، وعدد من الشمامسة وجوقة الكنيسة، وجمع غفير من المؤمنين الذين اختتموا الصلاة بإشعال النار إعلانا بالعثور على خشبة الصليب بمدلولها التاريخي. في